يعتمد الكثير من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ممن لديهم أرقام متابعين عالية عبر حساباتهم على الإعلانات كمصدر للدخل، لكن في السعودية سيصبح الأمر مختلفاً. فهذه الإعلانات ستكون تحت مجهر ترخيص موثوق أعلنت عنه الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية. الهيئة أعلنت في بيان لها أن رخصة موثوق تتعلق بإعلانات المشاهير والمستخدمين الآخرين على وسائل التواصل، ودخلت حيز التنفيذ أول أمس السبت. قيمة ترخيص موثوق تبلغ 15,000 ريال سعودي، أي ما يعادل 4,000 دولار، لمدة 3 سنوات، والترخيص سيكون إلزامياً. لكن دخول موثوق حيز التنفيذ أثار ردود فعل واسعة على تويتر، وتباينت الآراء حوله. مثلا فهد الأحمدي يعلق: معلن إعلان الواحد لا يقل عن 300,000، ومعلن إعلان الواحد لا يتعدى 100 ريال. كيف تكون المساواة بموثوق وبنفس السعر 15,000؟ يفترض إذا كان سعودي أو مبتدئ الهيئة تكون داعمة لشباب الوطن بدل قطع أرزاق الكثير من العاطلين والعاطلات أو أصحاب الدخل المحدود. يتساءل نايف في هذه التغريدة: ما مدى قانونية هذا النظام إذا كانت الهيئة لا هي اللي أوجدت تطبيقات التواصل، ولا لها دخل في تنظيمها، ولا لها أي صفة عليها أو علينا إحنا المشتركين بهذه التطبيقات؟ للحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب المحامي عمر الطويل. أهلا بك يا أستاذ عمر. يعني لربما قصتنا من السعودية، لكن أود أن أسمع رأيك، هل أنت مع فكرة تقنين وضع قوانين لإعلانات السوشيال ميديا؟ نعم أخي محمد، أولا الترخيص بحد ذاته بيقدم حماية للطرفين، فوضع ترخيص يعني للمؤثرين السوشيال ميديا اللي بيقدموا منتجات وبيقدموا افكار وبيقدموا احيانا منتجات طبيه ومنتجات تجميليه، هاي بيقدم لهم غطاء حمايه، بحيث انه هم كمان اذا صار في عندهم مشكله بنوع البضائع اللي بيقدموها، بسوء البضاعه اللي بيقدموها، بيكونوا محميين. لانه من لاحظ حتى من اسم موثوق. التطبيق هو موثوق، نعم، فهو عم بيحاول يقدم صوره موثوقه للجمهور بحيث انه يحمي كل الاطراف. وهذا الشان قد يكون بجوز تطبيقه زي ما بيحكوا بالترند انه لا يستوي الجميع على نفس نعم. الدخل، لكن هذا شان اخر، هذه طريقه تطبيق. لكن الاصل ان يكون كل شيء منظم بحيث أنه يحمي الجميع، سواء المروج أو المنتج أو الشخص المتلقي هذه الدعاية، فهو حماية للجميع. أنا برأيي للأمانة المتابع للسوشيال ميديا في الأردن يرى كم هائل من الدعايات تنتشر في هذا الفضاء الرقمي. هل يوجد تحركات رسمية في الأردن لضبط هذا المحتوى الإعلاني الذي ينتشر على منصات التواصل الاجتماعي؟ نعم، السؤال هون من شقين. الشق الأول على المنتجات التي تنتشر على السوشيال ميديا، نعم، وهي من مسؤولية الغذاء والدواء ومسؤولية الجهات المختصة اللي بتتابع المنتجات الموجودة في السوق بشكل عام. وبالنسبة لنا بالأردن السوق الإلكتروني والسوق المحلي العادي هو عليه ذات الشروط. الشق الآخر اللي هو هل ما معنى التنظيم؟ هل إحنا بدنا ننظم عملية الترويج بحد ذاتها، أم إحنا نعم. بالأردن شملنا الجميع في الضريبة، فالكل بده يسجل، الكل بده يعمله، وبالتالي عملية التسجيل وعملية تقديم التقارير الضريبية بعطي نوع من الثقة، لأنه أنا بدي أقدم تقرير ضريبي، بدي أقدم الشركة، بدي أقدم رقمها الضريبي اللي أنا بعملها ترويج، واللي هي عم تدعمني في هذه الأعمال، فنوعا ما بحط الكل على الرادار، نعم، وبنطلع من مشكلة الخطر اللي بيصير من أفراد على أفراد بشكل مباشر. نعم،
طيب أستاذ عمر، يعني المتابع للإعلانات قد نرى مثلا إعلانات وأنت ذكرتها في حديثك لمنتجات طبية. سأفترض أنا شخص مثلا فتحت صفحة أو طلبت منتج طبي من صفحة معينة على إحدى منصات التواصل الاجتماعي واستخدمت هذا المنتج الطبي وتعرضت لنقل أعراض جانبية من نتيجة استخدام هذا المنتج، إلى أين أتجه؟ ماذا يجب علي أن أفعل كمستهلك؟ ممتاز. أول شيء خلينا بس نعيد الموضوع المهم. نعم. في حال كان في ترخيص، في حال أنا كنت مروج مرخص كشركة دعاية والإعلان أو شيء ما شابه ذلك، فأنا ما بقدر أروج إلا شيء مرخص من الغذاء والدواء أو مرخص من الجهات المختصة. كونه أنا مكون غير مرخص، فبالصفي العلاقة بين الشخص اللي بيروج قاعد، لأنه الترويج لمنتجات طبية بده مختص. نعم. فلما أنا بكون غير مختص وغير مقدم لهذا الترخيص، بصفي علي مسؤولية قانونية بقانون الطب، بقانون النقابة الأطباء وقانون الصحة، أنه أنا عم بقدم استشارة طبية وبالتالي علي جرم، وأي ضرر بصير لا يعني لن تعفيني اللوائح اللي موجودة داخل الدواء نفسه، لأنه أنا قدمت استشارة للناس أنه استخدموا المنتج الفلاني. نعم. استخدموا المكمل الغذائي الفلاني. فالجرائم الإلكترونية راح يكون لها دور، المدعي العام راح يكون له دور، وبالتالي راح تتقدم مجموعة جرائم لما بصير في أضرار جانبية ناتجة عن نصيحة لشخص غير مختص، راح يصير في عندي مجموعة جرائم تلحق بالشخص المروج. نعم. عشان هيك هون الترويج المرخص أأمن لكل الأطراف. نعم. يعني معلومة رائعة أستاذ عمر، لكن سؤالي الأخير، أنت شخصيا هل يعني تتوقع أن تقوم الجهات الرسمية بإصدار مثل الجهات الرسمية في السعودية ترخيص موثوق؟ يعني أنا أأمل ذلك. نعم. لأنه يعني بالآخر احنا دائما بنخاف من التراخيص وبنخاف من المتابعات الحكوميه، لكن التنظيم ضروري، التنظيم يحمي كل الاطراف. العالم الالكتروني عالم متطور وسريع جدا، وبداوا الناس اللي احنا ما كنا نتوقع انهم بيدخلوا في امور مثلا غذائيه، طبيه، صحيه، احيانا تمرينات معينه ممكن تاذي الشخص اذا ما كان عند المقدم يعني خلفية عن هذا الموضوع. أنا برأيي يعني لابد من أن يأتي وقت. نعم. إنه هاي الأمور يعني تترخص، وأنا بنادي أنها تترخص طبعا. نعم، نتمنى أي شخص عنده فكر. نعم. قانوني بنادي أنها تترخص. نعم، نتمنى ذلك. شكرا الأستاذ عمر الطويل على هذه المعلومات القيمة.